هذه صور مباشرة يبدو مشاهدينا من تلفزيون السعودي حول اللقاء الذي جرى بين العاهل السعودي والزعيم الليبي معمر القذافي، وطبعا ذلك برعاية قطرية حيث تواجد أيضا أمير قطر كما نلاحظ ووزير الخارجية القطري إضافة إلى وزير الخارجية السعودي وعدد من الشخصيات المتواجدة في القمة، قمة الدوحة القمة العربية. طبعا جدير بالذكر أن هذا الاجتماع اجتماع المصالحة، والذي ذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم من أجل المصالحة العربية بصورة عامة، وتحديدا طبعا من أجل المصالحة السعودية الليبية، وذلك بعد ما شهدناه خلال القمة من مقاطعة للزعيم الليبي لكلمة أمير قطر، حيث وجه كلامه للعاهل السعودي بأهمية المصالحة وطي صفحات الماضي، وأيضا قد دعا بصورة رسمية ومباشرة العاهل السعودي إلى زيارة ليبيا، وبالمقابل أكد على أنه على استعداد أيضا للذهاب إلى السعودية. طبعا حتى الآن لم ترد تفاصيل أوفى حول فحوى هذا اللقاء، كل الأنباء الموجودة تشير إلى أنه ربما يكون هناك بيان حول هذا اللقاء، والذي كما ذكرنا سابقا استمر حوالي النصف ساعة. طبعا نلاحظ من خلال هذه الصور أجواء